عاوزين تفتشوا الشنط دي كمان، يمكن تلاقوا حاجة تصادروها تاني. خلاص يا سيد اتفضل. ممكن اعرف هتودوني على فين؟ ادارة الحراسات سمحت لك تقعد في شقة في عمارتك اللي في الزيتون اللي اتأممت برضو، هتقعد فيها مؤقتا وحددت اقامتك. طيب كتر خيرهم. ايه على فين؟ هنيجي مع سعادة. يا ريت ما كانش اتعز، انتوا دلوقتي بقيتوا من ممتلكات الدولة، اتأمنتوا زي بقية الحاجات اللي اتدخلت مني هنا. اتفضل يا سيد. امرك يا بيه. انا مش بيه، انا بنفذ الاوامر. امرك يا بيه. انا مش عارف بالظبط هيعملوا فيا ايه، هو امري لله، انما كل اللي ادعوه من ربنا انكم ما تتاخدوش بذنبي. على مو هي محنه واحنا كلنا فيها. امركم لله وانا كمان امري لله. عندك يا بنتي. مش ممكن يا سعاده الباشا ما يصحش. لا معلش يصح، ما تتعبيش نفسك. انا جايه معاك يا سعاده الباشا، مش ممكن اسيبك ابدا. يا ريت يا ام سعد، بس اخدك ازاي واعيشك منين؟ هما يا دوب عاملين مرتب 50-70 جنيه. ده انا خدامك بعناية يا سعاده الباشا، واللي يسير عليك يسير عليا، على راي المثل لقمه هنيه تكفي مني. ممكن يا حضره الظابط؟ ممكن، اي حد عايز يجي معاك هو حر. خلاص ورايا يا ام سعد. اتفضلوا من غير مطلوب علشان هنشمع القصر بالشمع الاحمر. وحد يقدر يعمل حاجة الأيام دي؟ تسمح لي أدخن؟ اتفضل. We'll be right back.
سلامة سعادة الباشا، نورت العمارة. يعد فيها سلامة. استريح يا عم عبدو، انت دلوقتي بقيت موظف في الحكومة مش عندي. حلم ده ولا علم؟ انت ما تتنقلش من هنا، ونفس التعماد اللي عندك بكل دقة. تمام يا حبيبي. ممكن يحطوني في المعتقل زي الشريف باشا ومحفوظ باشا وغيرهم وغيرهم. كويس انها جت لحد كده. يا اخي ان شاء الله ما يروا ولا يكونوا. وطي صوتك، يجعل كلامنا خفيف عليهم. انت ناسي انه مندوب الحكومه قاعد لنا على عتبه الباب. استف بعبيدك يا رب. وفكروا مره عرض على حساب انا دول. ربنا ما يحرمنيش منه. الجدات اللي شغاله عند ابراهيم باشا، ايه جرى لهم ايه؟ ادي حال الدنيا. زمان ما كانش اللحمه تقدر من عندهم زي الميه والنور. دلوقتي بياخدوا كيلو اللحمه في الاسبوع ويكملوا بالاسبوع عرض. دي بتغزل العين عنه، تلاقيه مدكر الوفات قد كده. الصابونه مريحه والليل نزلت اشتريتها لك من الزور. طب جهزي الشاي عقبال ما اخد الدش بتاعي. حاضر يا سعاده الباشا. لا مؤاخذه يا سعاده الباشا، الوافور عشان اعمل لك عليه الشاي. الميه سخنت وبقت عالي معاك. لو حضرتك عايز تمردها الجوز اهو، والميه هي من الحنفيه، حضرتك تمردها زي ما انت عايز. يا باشا معقول الكلام ده؟ المقام لك، انا شاي هشربه في المطبخ. لما اقول لك تقعدي يعني تقعدي، اسمع الكلام. خدي راحتك وقعدي على بعضك. ازاي بس يا سعادة الباشا، ده كتير عليا قوي. لازم تنسي زمان وايام زمان، احنا بقينا في جمهورية اشتراكية. ما بقاش في فروق ولا طبقات بينا خلاص. يقطعهم اللي عملوا فيك كده يا سيد الرجالة. ها؟ هتغدينا ايه النهارده؟ هنزل اعمل شوبينج اسبوع واجيب كيلو لحمه ب 30 قرش. هي وصلت ل 30 قرش؟ امال شوف بقى سيادتك تحب نطبخ لك عليها ايه؟ هاتيها وشويها احسن. وليه البعزقه دي يا سعاده الباشا؟ ما نعمل عليها طبخه تكفينا يومين ثلاثه. اعملي اللي تعمليه. بس المهم هاتيلي الكونياك بتاعي وكمان عليها علبه سيجار. سيجار؟ ايوه من بتاع البواب ده، خدي اشربي الشاي بتاعك. لو النبي ما تيجي ابدا يا سعاده الباشا. كوني سان فاسون معايا وما تقرفينيش. طيب يا باشا. والعسكري الحرس اللي واقف على الباب ما تنسيش تبعتي له شاي وتاكليه. منين يا سعاده الباشا؟ ان شاء الله معاه نضافه، ده بقى له شهر واقف لنا على الباب زي قرد قطع. ده راجل غلبان، لا بيه ولا عليه، بنفس الاوامر. اهو الغلبان ده منع اخوك سيد بيه من الدخول وهو جاي يزور حضرتك امبارح. بينفذ الاوامر اللي عليه. وهيفضلوا لحد امتى على الحال ده؟ لحد يزورك ولا تزور حد؟
لحد ما يقضي الله امرا كان مفعولا. ربنا يخلصنا ونموت على خير بقى. بعد الشر عليك يا باشا، ما تقولش الكلام ده. فيك الخير يا ابو سعد. ان شاء الله ربنا هيديك الصحه وطولة العمر واملاكك كلها ترجع لك تاني. من بقك وباب السماء. على فين يا وليه؟ وانت مالك بيا؟ رايح اعمل شوبينج. نعم يا اختي. تعملي شو ايه؟ شوبينج يعني اجيب حاجات من السوق. هي حاجه دي؟ اوعى تشتري جوايب، الحاجات دي من الممنوعات. هفتشك وانت داخل. طوعيني. ليه يا اخويا؟ هو ملوش نفس يقرا اخباركم؟ مش كفايه اللي هو فيه؟ قطيعه. صباح الخير يا سعد. اهلا يا ابو سعد. اخبار الباشا ايه؟ بخير يا سعاده البيت. بيسلم على حضرتك وبيقول لي سيادتك مفيش داعي ان حضرتك تروح له هناك. طمنيه وقولي له اني بحاول اخد تصريح علشان اجازوه. المره اللي فاتت كان بعت لي على شويه ادويه جهزتهم له اهو. من يد من اعدامها يا سعاده البيت. وادي له ال 20 جنيه دول وقولي له معلش الظروف ما تسمحش باكتر من كده. يا سعاده البيه رضا والحمد لله، احنا مش عايزين اكتر من كده. والله يا مساعد المكتب ما بيشتغلش من يوم ما اتحطينا في الحراسه. يظهر ان الناس خايفه تجيني علشان اترافع في قضايا. غمه وتنزح ان شاء الله يا سعاده البيه. ما قلناش حاجه، عيشه وسلام. ويا روحي يا ريتهم سايبينه في حاله، الا مضايقين عليه الا هيوكسهم. علمهم فيك الخير اللي ما سبتهش لوحده. هسيبه ازاي يا سعاده البيه؟ ولا اي حد في الدنيا غيركم. فيك الخير يا ام سعد. فوتكم بعافيه. مع السلامه. انتي سلمي عليه. حاضر. والله البنت دي طلعت اصيله. ام سعد دي بنت الداده بتاعتنا اللي ربتنا كلنا. علشان كده طمران فيها العشاء. جيت يا مساع. ده خير يا سعاده الباشا. يا عارف يعني ايه؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ما هو لازم اعمل كده عشان انسى الهم اللي انا فيه. الله يكون في عونك. اتفضل قدامي، خش اوضتك عشان تستريح. اتفضل. يا رب بس كده. رحت لاخويا السيد؟ ايوه رحت له وجاب كل الطلبات اللي طلبتها منه. بعت معاكي فلوس؟ ايوه 20 جنيه اهو. كتر خير، خليهم معاكي وما تصرفيهمش كلهم. حاضر حاضر. يلا سعد الباشا. اول مره اخد بالي اعرف انك حلو. الله يكبر بخاطرك. تعال معايا. جبت لك الكورنال يا سعادة الباشا. خلي دلوقتي مش فايع. ده انا حبيته من العسكري احسن يظبطني بيه وانا داخلة. اتفضل اقرا. يا سعادة البيه احنا قد المقام. تعالي يا وليدي. انا مش عايزك تبعتيلي تدعكي. عينيا الاثنين، هسخن شويه ميه واجي ادعكم لك حاجة. عيني بالمية يا مساعد.
لا 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 ما تسيبنيش ما تسيبنيش ما تسيبنيش ما تسيبنيش ده انت الوحيده اللي وقفت جنبي ده اهلي قرايبي مش شايفين ما تسيبنيش حرام عليك اقعدي اقعدي ما تسيبنيش خلاص انا حصلنا غلطتي انا حالا فين الورقه فين أشهد أنا الموقع على هذا إبراهيم المنستلي أن أم السعد علي سليمان هي زوجتي على سنة الله ورسوله. خليك يا مستر خليك ما تتحركيش. على فين يا سيد؟ أنا عايزك في خدمة. خدمتي بقى إن شاء الله. ده على فطيرة. أمال أنت فاكرني إيه؟ اقرا الورقة دي. عملتها مع الولية الغلبانة يا راجل ظالم وعاوز تصلح غلطتك في الورقة دي. بلاش لك. أنا عايزك تمضي شاهد عليها. أنا ما عنديش أوامر غواق على حاجات زي دي يا راجل يا هلاس. طيب ممكن أخبط على باب الجيران دول؟ لا خليك أنت وأنا اللي هخبط عليهم. وبالمرة نادي البواب علشان لازم 2 شهود. أنا ما عنديش أوامر التعقع من هنا. في حاجة يا شويش. الراجل ده عاوزك في خدمة. سعادة الباشا وبتقول له يا باشا ومش خايف؟ يا ابني تلاقي أنت. أنت ما تفهمش في مقام الناس دي. ممكن تتوقع لي على الوثيقة دي؟ من هنا يا الاثنين. اتفضل. هو مين اللي اتفضل؟ ده انا سمحت له انه يقف على باب الشقة تجوزك. طيب خلاص خلاص. اتفضل حضرتك عندي. ولا دي كمان. هدوا خلقكم يا جماعة هدوا خلقكم. أنا حمضي لك عليه. بس أنت يلزمك شاهد تاني. ما أنا عارف. ممكن تتوصل لي عند أي حد من الجيران. من هنا يا الاثنين. في راجل طيب ساكن في الشقة اللي تحتينا أنا هخليه يوقع بنفسه عليها. ونفسي غم عليا اصل انا يعني انتي انتي عملتي الشيء اللي ما قدرتش عليه بنت زوادت مرحومة في 25 سنة جواز. ربنا يجعله وش السعد عليك. هقوم اعمل لك شوية حلبة علشان تدفي بطنك. يا باشا يا باشا خليكي قوة تتحركي ده انا هنفذ لك كل طلباتك. هعمل لك الحلبة حاصل. موجود؟ اه موجود. خش.
مالك ماشيه كده ليه؟ بطنك كبيره كده ليه يا مساعد؟ ما انا في السادس يا ست هاني. في السادس. ومنين الحمل ده يا وليه؟ ها؟ مين الباشا اخو سيادتك؟ ما تجيبيش سيره الباشا على لسانك. هو صحيح اتحط في الحراسه لكن مش معقول يحصل ده كله. ما تظلمنيش يا سعاده البيت. معليه اتجوزني بعقد على سنه الله ورسوله. لا اكيد الراجل ده اتجنن او حصل لمخه حاجه. على العموم يا هانم انا لا عاوزه منكم حاجه ولا طمعانه في حاجه، ما انا اصلي عارفه البير وغطاه. عشان كده لزقتي فيه ورميتي جتتك عليه. يا ست هانم ربنا ستر على بيده، ما تفتريش عليا. اخرسي امشي بقى بره، مش عايز اشوف وشك بعد كده. امشي قول للراجل المجنون ده انه ده اسوأ خبر سمعته في حياتي. ده اسوأ من دميمه ووضعه تحت الحراسة. حامي يا باشا ديني مولد. ومبروك ليكي ومبروك ليا.
تغرق واملى الحارة واعمل ليلة لأهل الله واعزم فيها الجار والجارة أهو ده اليوم اللي أنا عاوزاه عشت سنين وأنا بحمل هم نفسي أتشرف فيكي وأضمك عشت سنين وأنا بحمل هم نفسي أتشرف بيكي وأضمك ولا تحتاجي لعيلة الباشا طول ما أنا جنبك يا حبيبة أمك أهو دلوقتي أنا بنت الباشا وأشرف عيلتي وأجدادي يا نهار أبيض ده انا خلاص يلا حسن الختام بعد الشر بس انت خلي بالك من نفسك كويس وفتحي عينك على الدنيا كويس احسن انا لو جرالي حاجه محدش في الدنيا هينفعك وخصوصا اهل ابوكي الله يسامحهم ربنا يخليكي ليا يا ماما ولا يحرمنيش منك ابدا يا اعز حاجه عندي في الدنيا مع السلامه مع السلامه حبيبتي مع الف سلامه يا رب ايوه صباح الخير صباح النور القوة اللي عاملة عينتني هنا عندكم وجاي عشان استلم الاوراق اهي اهلا وسهلا يا بنتي لا. انتي خريجة كونسرفاتوار ايوه يا فندم وبدرجة امتياز كمان ياه دي شهادة حسن سير وسلوك الشهادة الدراسية شهادة الميلاد خطاب القوة العاملة مفيش التشبيه ده ورق كله جاهز يعني هستلم الشغل دلوقتي انت مسروقه كده ليه انا هعمل لك قرار باستلام العمل قبل ما يجي المدير يبقى يمضي جليلة؟ اه تعرفي تغني؟ طبعا ايه ما بعرف بغني ده انا صوتي حلو كمان قولي بقى تحبي تسمع ايه؟ انت هتسمعيني ايه؟ انا حافظه بقى التقطيع والتواشيح والموازين وكمان الاهات وبغني كل اغاني الاستاذ عبد الوهاب وبغني كل اغاني الفنانه ام كلثوم وبغني ليلى مراد وشادية وفاتن حمامه وزكي رستم وامينه
ريستم وأمينة رزق بيغنوا؟ أنا قصدي يعني بيمثلوا، لو تحبوا أنكد عليك وأنا مساعدة أنكد عليك. لا 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 لا، غني لنا كفاية. اديله اديله يلا يلا اديله ادي. خد يا حبيبي روح 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 يا عزولي، خد يا حبيبي بتحبني وعنك فتم. امسك امسك اوعى تسيبني وتعذبني، بتطلع زي الناس ما قالولي اوعى تتعذر اوعى اوعى اوعى. طب برافو برافو. ما تجيب لي اختي الشنطه دي، هتشتغلي معانا في الاستعراض الجديد ده فورا. مش ممكن. هلا 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 يا ست البنات، هلا هلا. هتجيلي 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 هتجيلي. مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. ايه استلمتي الوظيفه؟ ووزعوا عليا دور كمان. الف نهار ابيض، ربنا يجعلها ادم السعد عليك يا حبيبتي. ياه النهارده اسعد يوم في حياتي. اسعد يوم في حياتك لما يجيلك ابن الحلال. ايه يا نينا، انا ما بفكرش في الحاجات دي دلوقتي. بكره تفكري لما يجيلك ابن الحلال اللي يهنيكي ويسعدك ويدقلك بالذهب. يا اصيله يا بنت الاكابر انت. شايفه شايفه عظمه ابوكي. بابا انا اتخرجت وتوظفت كمان، البركه في ماما، هي اللي تعبت عشاني وهي اللي ربتني. كان نفسي اشوفك يا بابا، لكن للأسف ما وعدتش عليك ولا كنت فاكراك. كان نفسي تكون معايا النهاردة عشان تفرح بيا. يا بنتي حرام عليكي، ما تقلقيش الراجل في تربته بالكلام اللي يقطع القلب ده. زمان دلوقتي يا نينا روحه مرفرفة علينا. خلاص يا بنتي بدل حاسة بيقري له الفتح. نينا انا عاوزه اشوف عمي. هو انا حيشاكي عنه يا حبيبتي؟ انا خايفه عليك اللي يكسر بخاطرك يا دناي. هو انا رايحه استعطى منه يا نينا؟ انا الحمد لله ربنا فتحها عليا وبقيت كويسه. انا بكره ان شاء الله هبقى مشهوره قوي قوي وهشرف العيله وعيله العيله كمان. خلاص يا بنتي روحي له، بس ما تزعليش منه اذا ما قابلكيش كويس. متهيألي يا نينا ان عمي هيفرح بيا قوي، عندي احساس كده ان هياخدني بالحضن. ربنا يا بنتي ما يخيب لك ظن ابدا. خلاص يا نينا اديني نوان بسرعه. ومالك مسروعه كده ليه؟ دول ناس اكابر، لازم تروحي متشيكه ومتقمتكه وعلى سنجة عشرة عشان ما تبانيش اقل منهم. خلاص بقى استنى اما اقبض اول قبض. لا يا اختي بعد الشر، انا هجيب لك تحويشه العمر عشان تشتري بيها اجمل فستان في الدنيا. يا حبيبتي يا ماما ربنا يخليكي يا اطيب ام في الدنيا. اي خدمه؟ انا الحكايه اني انا. حكايه ايه؟ انت مين وعايزه ايه؟ عايزه حضرتك. انا؟ تعرفيني قبل كده؟ ايه اللي اعرفك؟ ده انا اعرفك عز المعرفه كمان. انا مش فاكر اني شفتك قبل كده. لكن هتشوفني بعد كده. من فضلك يا انسه وقفي عند حد يكون زي ما ادبك. انا اسف، يظهر اني اتسرعت. كان لازم اقدم لك نفسي الاول. انت مين؟ هي ست امك اسمها ايه؟ هتهزري معايا يا بنت؟ ما تتعصبش قوي كده، اصل انا اسمي على اسمها. مش الست امك كان اسمها جليله؟ ايوه هو ده. بس انت تبقي مين؟ انا بقى ابقى. تبقي مين؟ قولي بسرعه. انا بنت. بنت مين؟ انا بنت اخوك ابراهيم باشا من استرلي. نعم نعم الله عليك، انت نسيت انك ليك اخ بالاسم ده ولا ايه يا عم؟ لا ما نسيتش، لكن المرحوم اخويا عمره ما خلف ولا كان عنده اولاد. ازاي يا عم؟ ده انا امي تبقى ام سعد. خسر، ام سعد دي كانت الجاريه بتاعتنا. يا خساره، امي كان عندها حق لما حصرتني منك. خسر، اوعى تيجي هنا تاني ولا تجيب السيره دي على فزارك. اتفرج يا الماما يا حوش. ايه يا فندم؟
بلاوي بتتحدث علينا. طب اجري تعالى خش جوه بس فاجر. تعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. قوم يا بنت قوم. ما تحيطيش. انت يا بنتي بنت ام سعد. ايوه. ياه وازيها دلوقتي؟ كويس الحمد لله. يا بنتي ده احنا عشرة قديمة قوي. أنا باشا عندي السواق بتاع المرحوم أبوك الباشا لغاية يوم ما تأمن. كويس انك انت جيتي دلوقتي لان في حاجات مهمه قوي عايز اقولها لك. خير؟ موضوع الورث بتاع ابوكي. ابويا مات وما حطوش القبض لان الحكومه صدرت ممتلكاته. يا بنت الحراسه اتفكت عن املاك ابوك المرحوم الباشا من 6 سنين وعمك لها في التركه كلها وحطها في كرشه. المفترض ضلالي. طب وانا؟ انتوا ما عملكمش حساب. نكركم خالص وما جابش سيرتكم قدام الحكومه بالمره. ده يبقى اسمه تزوير. دي سرقه. روح يا بنتي بسرعه ارفعي قضيه وطالبي بحقك وحق امك المسكينه. كتر خيرك يا عم باشا هنجي. انا متشكره قوي. دي شهاده ميلادي وده عقد جواز ماما. بس العقد ده عرفي ومش مسجل. يعني ايه؟ ما ينفعش؟ بالطريقه دي عمك ممكن يطعن في صحته. الظروف يا بيه ما كانش تسمح للباشا انه يسجل العقد ده ابدا. ليه؟ الباشا كانت متحدده اقامته، لا يقدر يروح ولا يجي. طب والشهود اللي موقعين على العقد ده جم منين؟ دول جيران الشقه اللي كانت متحدده فيها اقامته. ده حتى العسكري ما رضيش يخليهم يدخلوا عندنا ومضوا على عقد الجواز قدام عتبه البيت. والشهود دول حد منهم موجود دلوقتي؟ والله ما اعرفش يا سعاده البيه، ده شيء فات بقاله سنين. بنتي دي كانت لسه صغيره لما مات المرحوم، خرجت بيها وانا شايلها على كتفي. يعني المرحوم شاف بنته دي؟ شافها، دي اتولدت على ايديه. ده هو بذاته اللي قال للست الحكيمه سميها جليل على اسم المرحوم امي. ويا ترى الحكيمه مضته على استماره الولاده بتاعتها؟ والله ما انا فاكره يا سعاده البيه، بس اذا كان في اوراق من المستوصف يبقى اكيد الباشا مال عليها. المهم انك تروحي السجل المدني على طول وتجيبي لي صوره الاستماره لانه المستند الوحيد اللي هينفعنا في القضيه. في حاجه كمان يا فندم، العنوان اللي انا اتولدت فيه هو نفس عنوان شقه الحراسه اللي بابا كانت متحدده في اقامته. ان شاء الله انا شايف القضيه دي ان شاء الله هتكسبوها. يا رب، ربنا مع المنكسرين. المهم تجيبوا معاكم المستندات اللي انا طلبتها منكم عشان اعمل الاجراءات القانونيه. ايوه يا حسين. في واحد محضر جاي لستك وجاب معاه انذار. ليه انا؟ ايوه يا فندم. خير اللهم اجعله خير. خليه يخش. حاضر. ابراهيم علولة بيصبح على سيادتك وبيعتذر نيابه عن رجال محكمه الاحوال الشخصيه عن الانذار البايخ ده. من مين الانذار ده؟ من الانسه جليله بنت اخو سيادتك. معلش ما تتضايقش، طباخ السم بيدوقه. هتوقع سيادتك بالاستلام ولا نقول لم يستدل؟ معقول لم يستدل؟ عند سيادتك حق. وهل يخفى القمر؟ ست ام سعد حرم الباشا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضلي. يزيد فضلك. الحمد لله انك بخير. اتفضلي. اتفضلي يا ام سعد. يزيد فضلك يا فضلك. خطوه عزيزه. حس بقدارك. فينك من زمان يا ستي؟ ولا الدنيا تلاقي يا فوزه فندي. وانتوا ازاي حالكم؟ والله يا بنتي تعبان، الزمن خد مني رقات.
لبعد الشر. قولي لي ازاي بنتك دلوقتي؟ اظن ما بقت عروسه كبيره جليله. اسم الله عليها، اتخرجت السنه دي من كليه المزيكا. ربنا يعوضك فيها كل خير. البنايه معذوره فيك، ربنا يخليك. هي انا؟ ايوه، الراجل عمها واكل حقها وسافف فرسها. يعني كنت عايزه حضرتك تيجي معايا في المحكمه تشهد انك كنت شاهد على عقد جوازي انا والباشا. بس كده؟ عينيا الاتنين، ده انت تقشري غالي والطلب رخيص. يا سلام، طول عمرك اصيل يا فوزة فندي. سيد متولي المنسترلي يقف امام عدالة المحكمة في قضية ليس هو محاميها، ولكن كفرد من أفراد عائلة المنسترلي. هذه الأسرة العريقة تريد المدعية أن تسيء إليها بنسبها زورا وبهتانا، وعميد الأسرة الراحل مظلوم كل ظلم بهذا الافتراء الكاذب. كفاية يا عمي كفاية، حرام عليك. أنا بنته، أنا مش من الشارع. كفاية يا عمي، حرام عليك. إن هذه الدموع دموع التماسيح، وهذا الوجه الملائكي إنما هو قناع يخفي خلفه الحقيقة. أرجو من المحكمة. عمي أرجوك، أنا بس أسمعك في حاجة واحدة بس في بالي. أسمع أبويا، أسمع أبويا وأصلي. هم أنا بس يا ناس، أنا محتاجة أوي. أصلي يا ناس، أصلي حرام عليك. أرجو من المحكمة عدم مخاطعتي حتى أكمل المرافعة. على المدعية عدم المقاطعة والالتزام بالهدوء وضبط النفس حتى ينتهي الأستاذ من مرافعته. إني أطعن بالتزوير في هذا العقد العرفي. إن المرحوم إبراهيم باشا المنسترلي لم يتزوج إلا امرأة واحدة ولم ينتج منها. لا لا يا عمي، ما تقولش كده، حرام عليك. كفاية، بلاش تلطيخ في اسم العيلة. شكرا. دفاع. قد أدلى السيد الفاضل سيد متولي المانسترلي بدلوه، وأحب أن ألفت نظر هيئة المحكمة إلى أن دفاعه لم يكن مستندا إلى أي حقائق أو مستندات. كانت المرافعة مجرد خطبة عاطفية عصماء تخلو من الوقائع. أما نحن وبناء على القضية التي رفعناها ضده، نتقدم إلى هيئة المحكمة الموقرة بالدليل القاطع والبرهان الساطع. هذا هو عقد الزواج موقع من الراحل الكريم إبراهيم باشا المانسترلي. وأيضا نقدم صورة من استمارة مستوصف الزيتون الخيري لنثبت بها أن والدها قد وقع عليها بنفسه. كما نقدم لعدالة المحكمة أحد شاهدي عقد الزواج الأستاذ فوزي السيد، طالبين من عدالة المحكمة سماع شهادته. تفضل. انت فوز السيد؟ ايوه سعاده البيه. والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. امضتك دي على عقد الزواج؟ ايوه سعاده البيه، امضتي وربنا على ما اقوله شهيد. طب ايه صلتك بالمرحوم؟ المرحوم كان جاري، وانا كنت ساكن في العماره بتاعته اللي اتأممت واللي لسه انا ساكن فيها اللي في الزيتون. تسمح لي هيئة المحكمة بشيء من التوضيح؟ اتفضل يا أستاذ. المرحوم عجز عن تسجيل هذا العقد قانونا نظرا لظروف تحديد إقامته. على كل، فالمحكمة تضع في اعتبارها عند صدور حكمها ثبوت نسب جليلة إلى والدها المرحوم
ابراهيم متولي المانستر. رفعت الجلسه. Amen. Amen.
كلنا معاك مش كلنا معاها؟ ايوه روحي 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 شوف يا بنديكم انا جاي علشان اقول لك كلمتين. الحكم اللي خدتيه ده مش الحكم النهائي، ده لسه فيه استئناف ونقد وابرام واستشكال. انا عارفه كل ده، وعارفه كمان ان ده شيء حيطول سنين ومش حطولي حاجه. امال عايزني حضرتك اعمل ايه؟ اسكت واستسلم بعد ما كسبت اول خطوه؟ اذا كنت طمعانه في الميراث. لا انا مش عايزه ميراث، انا كل اللي عايزاه اني احمل اسم ابويا. خدوا الارض، خدوا كل حاجه، انا مش عايزه غير اسم ابويا اللي شرف. اذا كانت الارض ده مثل غيركم يبقى اكيد هقدم لكم. على العموم انا جاي اعرض عليك اقتراح. هترجع تاني تقول لي الفلوس؟ هقول لك لا، والف لا كمان بالفم المليان. لا مش فلوس، انا عارف انك انت عايزه النسب والحسب. علشان كده انا عندي ابني الوحيد، لو اتجوزتيه يبقى زيتنا في دقيقنا. ازاي حضرتك عايزني اتجوز انسان ما عرفوش ولا عمري شفته ولا حتى كلمته؟ على العموم يا عمي. على العموم يا بنتي فكري كويس، اذا وافقتي واقتنعتي كان بها، ما وافقتيش هضطر اقدم مذكره الاستئناف قبل ما يسقط حقي في رفع الدعوه. حاضر 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 حاضر. اتأخرتي ليه يا ست البنات؟ اسكتي سمعتي اخر الاخبار؟ ايه؟ ان شاء الله. مش عم النهارده جاي المسرح؟ عمك وعاوز ايه؟ عزو عزرائيل عايز يجوزني، ده العاد ابنه. يجوزك مين؟ ابنه يا نينا، بيقول يقصر الشر وجوزين لحسن يجرجرنا وراه في المحاكم. قال ايه؟ عشان يبقى زدنا في دقيقنا. الراجل ده ذمته مش خالصه، واكيد بيدبر لنا ملعوب عشان يوقعنا فيه. بس انا يا ماما هتجوز ابنه ده علشان اثبت لعمي ان احنا اقصر منه. معقوله يا بنتي تتجوزي واحد ما شفتهوش ولا تعرفيهوش؟ يا نينا القضيه دي هيطول شرحها، وبدل المرمطه في المحاكم هتجوزه واللي يحصل يحصل. لا انا بقول برضو نسال ونستفسر عنه، وعلى راي المثل اللي يسال ما يتوبش. هو ده اللي هيحصل. عم بشندي عم بشندي. ألف مبروك القضية، الحمد لله. الله يبارك فيك، بس عمي ناوي يستأنف الحكم تاني. خليه يستأنف وإن شاء الله مليون مرة برضه هتكسبيها إن شاء الله. ده راجل محامي وقادر، ودي بقى هتبقى شغلته. وأنا نفسي قصير ومش حمل المصاريف دي كلها يا عم بشندي. قول لي بقى هجيب فلوس للقضية دي كلها منين؟ يعني هتسكتي على حقك لغاية ما يضيع منك؟ بيقولوا ان ليه ابن، اقدر اشوفه؟ ابنه ده مفيش في ايده حاجه، لا يقدر يحل ولا يربط. فهمتني غلط يا عم بشندي، انا مش عايزه اوسطه عند ابوه. امال عايزه منه ايه؟ عاوز اعرض عليه الجواز. تتجوزي مين؟ ابنه ده. اصل عمي بيقول لي لو انت وافقتي على الجوازه هو مش هيقف قدامي ولا يستأنف الحكم. لا مفيش داعي للجوازه دي يا ستان. ليه؟ هو وحش للدرجه دي؟ قول لي يا عم بشندي لو في اي حاجه تهيبه ما تخبيش عليا. والله الجدع من ناحيه الاخلاق ما يتعيبش، انما يعني ايه؟ شكله وحش؟ لا ما اقصدش من ناحيه الشكل. امال تقصد ايه يا عم بشندي؟ الجدع اصله عيان وقشيته بعافيه شويه، وصحته كمان مش هتساعده على الجواز. بس عمي ما قاليش انه عيان، وما جابليش سيره خالص بالموضوع ده. اصل بعيد عن السامعين، عنده المرض الخبيث وقاعد بره على طول عشان ملوش علاج هنا. يا خساره، كان نفسي اشوفه. هو وصل امبارح، تحب تشوفيه؟ يا ريت يا عم بشندي. طيب
تعالي بقى ورايا وانا هخليك تلقي عليه نظره من بعيد لبعيد. هو ده. هو ماله؟ ربنا عمل فيه كده من كتر البلاوي اللي عملها ابوه في الناس. بس ده حرام، هو ماله الذنب في اللي بيحصل ده كله؟ والله انت أميرة قوي يا ست جليلة. قابلتي الأستاذ عمرو؟ أيوه. ومال وشك متاخد كده ليه؟ الجدع صعب عليا قوي يا نينا. صعب عليك ليه؟ أصل عمرو ابن عمي، ربنا يكون في عونه، عيان وصاحب مرض. يا ساتر يا رب. طب وبعدين؟ هتعملي إيه؟ الموضوع ده عايز شوية تفكير. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. سيد بيه موجود؟ ايوه موجود يا فندم. طب لو سمحت قول له جليلة بنت اخوه عايزاه. انا عارف سيادتك يا فندم، الاستاذ هيفرح اول ما يشوف حضرتك. اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا عمي. اهلا يا جليلة، اتفضلي. عمي انا جاي اقول لحضرتك اني خلاص موافقه على موضوع الجواز اللي حضرتك عرضته عليا. عين العقل يا بنتي. دلوقت تبقي بنتنا وخيرنا ما يطلعش لبره. بس في حاجه مهمه قوي يا عمي ولازم حضرتك تعرفها. خير؟ انا موافقتش على الجوازه دي إلا لما شفت العريس. شفتيه؟ أيوة شفته، وحسيت إن أولى بيه من أي إنسانة في الدنيا، لأنه إنسان محتاج لرعاية. مفيش حد في الدنيا دي هيقدر يقف جنبه ولا يديله الحب والحنان غيري أنا، لأنه ابن عمي من لحم ودمي. غلبتيني يا بنتي، غلبتيني. دي تاني قضية خسرها معاك. عشان تعرف يا عمي اللي بينا ما كانش محتاج لقضايا ولا محاكم. حضرتك تحب تعمل الفرح امتى؟ مش ممكن، انا مستحيل اتجوزها. ليه يا بابا عاوز ترغم انسان عليا؟ حرام عليك، سيبني في حالي. من فضلك ما تعذبنيش اكتر ما انا متعذب. أنا إنسان ضعيف، نص ميت، وما أقدرش أسعد البني آدم اللي هتجوزها. أنا متأكد يا ابني إن هي دي اللي هتسعدك. تسعدني إزاي بس وأنا هتجوزها بلاوي الدراع؟ يا بابا السعادة لازم تكون مشتركة، ولو هي مش سعيدة ده هينعكس عليا وهيزود من أحزاني أحزان جديدة، وأنا بصراحة بقى مش ناقص. وإذا كانت هي اللي عايزاك برغبتها وبمحض إرادتها، ما افتكرش تلاقي حضرتك ضغطت عليها وساومتها، وهي عشان إنسانة مسكينة اضطرت توافق عشان ظروفها. يا ابني أنا هقول لك على كل حاجة. أنا عملت كده فعلا في الأول لأني كنت عايز أسعدك بأي شكل، ويمكن ده السبب اللي خلاني أضغط عليها. لكن اللي حصل بعد كده
كان شيء فوق التصور. ما كنتش اتوقع ابدا انها هتتحمس ليك وتوافق عليك، لا لشيء الا لانك محتاج لها في مهنتك. وهي تعرف حالتي؟ انا كنت مخبي عليها، بس مش قادر اعرف عرفت عنك كل حاجه وعن حالتك. افتكرت. افتكرت ايه؟ متهيألي اني قابلتها وشفتها، جات لحد هنا، هي اللي ساعدتني لما وقعت على الارض، بس جريت قبل ما اسالها هي مين. شفت قد ايه هي جميله ورقيقه وطيبه قوي كمان. تصرفها معايا خلاني احس ان قلبها مليان حنيه، بس حرام نعذبها معايا. تحب اجيبها لك تشوفها؟ يمكن لما تشوفها وتناقشها تغير رايك وتحس ان هي دي الانسانه الوحيده اللي جديره بيك. هشوفها، بس مش دلوقتي. امال امتى؟ لما يسقط حق حضرتك في استئناف القضيه. انا عاوز اقابلها وهي متحرره من كل الضغوط. اللي تشوفه يا ابني. عشان كده انا بفكر ان احنا نأجل الجواز لمدة اسبوعين، يعني بعد انتهاء المدة القانونية للاستئناف. بعد كده لك مطلق الحرية انك تختاري تتجوزي عمرو ولا لا. يا حبيبي يا عمي. Thank you.
معلش هيقعد عمرو معاكي وهيوصلك بعربيته. اتفضل يا عم. نروح فين؟ انت عاوز تروح فين؟ المكان اللي انت تختاريه. انا بقيت اعمل زي السائح في البلد، بقى لي 5 سنين عايش بره، والغربة خلتني انسى الاماكن الحلوة اللي في بلدنا. طب اطلع. على فين؟ جليلة الحالة اللي عندي دي ماليش منها، مفيش فايدة، كل اللي بعمله اني بحاول اقاوم رغبة الحياة مخلياني اعيش اليوم بيوم، وكل ما يفوت نهار استعد اليوم اللي بعده، وايام بتعدي عليا خلاص. انت ليه متشائم كده؟ ده مش تشائم، دي حقيقة يا جليلة. انا انسان مضطر اغير دمي مرة كل سنة، والإنسان اللي في حالاتي مش لازم يرتبط، علشان عاطفي مرهونة بأنفاس بطلعها بصدر وصعوبة. ما تقولش كده يا عم. يمكن بتسألي نفسك أنا قبلتك ليه وخرجت معك ليه؟ يجوز تكون رغبة مني في ممارسة الحياة بطريقة طبيعية، ويمكن أكون عاوز أساعدك في إنك ترجعي كل حقوقك من أبوك. أنا أخطأ، أصل أنا أهلي عارف إن الراجل صعب شوية. لا 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 لا، ايه الدموع دي بقى؟ مش بإيدي يا عمرو، بستغرب على الدنيا، لا اللي عنده قارف يعيش ولا اللي ما عندوش قادر يعيش. يعني ابوك مثلا بقى عنده مال قارون لكن مش قادر يحقق لك السعاده، مع انك انت ابنه الوحيد. عشان كده يا عمرو اعتبرني اختك، اعتبرني اختك اللي هتسهر عليك وتراعيك. كلامك اكبر من سنك. العكس، انا كمان محتاجه الاخ، محتاجه الانتماء،
أنا كائن حي يا عمرو، كل كائن حي ليه أصل وجذور. أنت الأصل والجذور يا عمرو، أنا لا يمكن أسيبك، لا يمكن أتخلى عنك. فينا أنا آسف، آسف عن كل لحظة ألم كان السبب فيها أبويا. ما تقولش كده، الإنسان الأصيل ما تسمعوش إلا الألام. يا رب، يا ترى تأخرتي ليه يا جليلة؟ دي ساعة بقت واحدة، يا رب استر يا رب. مساء الخير يا فندم، أنا آسف أخرتها عليك شوية. معلش، اتفضل يا ابني. مالك يا ابني؟ بتاني هتجيزي ليه؟ أصل سلام حالتنا عالية عليه شوية. أنا أصريت إني أجي عشان أتعرف على سيادتك. أهلا وسهلا، اتفضل يا ابني، اتفضل. لو تسمحي ممكن كوباية مية بس عشان الدواء. عينيا يا ابني. ايه يا عمرو؟ يظهر ان سهرتك النهارده زياده عن اللزوم. لا، هي دوشه المزيكا بس اللي تعبتني. اتفضل يا ابني، بالشفا ان شاء الله. شكرا يا فندم. اعمل لك شاي؟ يا ريت، انا ممنوع من الحاجات دي. طب حلو، حصل. هي دي جاب لي هبوط. يا لهوي، امال اضيفك بايه؟ ما انت خلاص ضيفتيني بالميه دي. امال فين البيت الكبير؟ عمي سيبنا شوية علشان نعرف نتفاهم مع بعض. وتفهمني، والحمد لله ربنا وفقني ولقيت بنت الحلال اللي هتساعد. ايه، ربنا يقدم اللي فيه الخير. واضح ان حضرتك مش مبسوطة. ابدا، مين قال كده؟ عموما بعد بكرة هيسقط حق ابويا في الاستئناف، يعني بعد 48 ساعة جليلة هيكون لها حق الاختيار، وانا تحت امرها في اي قرار تتخذه. انا اخترتك خلاص يا عم. أنا كل اللي أنا عاوزه إنكم تاخدوا قراركم من غير أي ضغوط. تصبحوا على خير. وأنت من أهلك، مع السلامة. إيه يا نينا ده؟ عمرو إنسان حساس، ليه بينتي كده في وشه؟ ماما ما تأخذنيش يا بنتي، ده راجل صاحب عيل. معقولة أنا أجوزك واحد بالشكل ده؟ ما تنسيش إن أنا عمرو ابن عمي، وأنا أولى الناس برعايته. ألف مبروك يا حبيبتي. خلي بالك من نفسك، الحمد لله ان ربنا عوض صبرنا خير. يا رب يرزقك بالخلفه الصالحه عشان تملي علينا البيت. الف مبروك يا عمرو حبيبي. الحمد لله ان ربنا اداني العمر لحد ما شفتك عريس. يا رب عقبال ما اشوف ولادك يتربوا في حياتك وفي عزك. مبروك يا ولاد. يلا يا عمرو، خد عروستك وعلى عزك على طول. الجو هناك حلو جدا، واي حاجه هتطلبها هتلاقيها هناك. شهر عسل سعيد ان شاء الله. هنيجي علشان نروح. جليل، جليل يا بنتي، خلي بالك من عمرو، حطيه في عينيك. حاسبي عليه، عمرو ده اماني، اماني الوحيد، امل العيله اللي انت شايفاها دي. عمرو في عينيا يا نينا، عمرو مش جوزي بس، عمرو اخويا وابن عمي كمان. دليله يا بنتي، العقد ده كان امانه عندي، كانت ستك الله يرحمها سايبهولي وقالت لي اديه لمرات عمرو. واديني بديهولك اهو، عقبال ما تديه انت كمان لمرات ابني في يوم عدالها ان شاء الله. كفايه بقى يا زفران، ما تعطليش الولاد. يلا يا عم، خد عروستك وامشي. يلا، سلام يا حبيبي.
بيت مين ده يا عمرو؟ اضربها. انت بتهزر يا عمرو، قول بجد. بيت العيلة. وهو المرحوم بابا كان عايش هنا؟ ده كان مكانه المفضل، وهو ده اللي اتأمن منه. خلاص يا بابا، أدني رجعت البيت بتاعك أهو. أظن دلوقتي أنت فرحان ومبسوط. مخصوص. خير خير طبعا. شوفي بقى يا ستي، انا عايزك تقومي دلوقتي حالا تلمي حاجتك وتيجي معايا. اجي؟ اجي فين؟ عندنا تعيش معايا. عندكم يا سعاده البيت؟ انا خدت على العيشه هنا. بعد شويه هتاخدي على العيشه هناك. طب والحاجات اللي انياها دي مين هيوكلها؟ ما تعمليش هم، هشحنها لك على هناك. يا سيد بي، وجيراني وأهل حتتي هتشحنهم برضو؟ يا مساعد، جليلة محتاجالك. البنت لما تتجوز مش لازم تحتاج لحد أبدا غير جوزها. ربنا يسعدهم ويهنيهم ويبعد عنهم ولاد الحرام يا رب. أستأذن. ما بدري يا سيد بيه. معلش، كتر خير. اتفضل. Attention please. Ladies and gentlemen, we are now approaching Los Angeles Airport. Please fasten your seat belts and observe that smoking is no more permitted. And kindly raise the back of your seats on upright position. Thank you. Thank you.
كل دي عشان خاطري. متشكره قوي يا ماما، ما انا باكل اهو. يعني مش كان افضل ان ست الوالده تكون معانا دلوقتي؟ انا متاكده يا عمي ان ماما مش ممكن يهون عليها ابدا انها تسيب البيت القديم وتيجي عشان تعيش معانا هنا. المفروض انت تروحي لها وتجيبيها معاكي. حاضر، هروح لها. يا جماعه سيبوها براحتها، انا عارفه ان ماما مش ممكن تستغنى عن جيرانها وحبايبها. الله، ايه اللي يحصل؟ انا عارفه. بكره هيسافر واروح وياه.